بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من آخر سورة آل عمران، قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، وقد وصلنا إلى قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لما ذكر أن في السماوات والأرض أن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب، بين من هم أولو الألباب وما هي صفاتهم، فقال سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله بقلوبهم، ويذكرون الله بألسنتهم، ويذكرون الله بأفعالهم وصلواتهم وعباداتهم، كلها ذكر لله عز وجل. فأهل العقول السليمة هم الذين يذكرون الله بأنواع الذكر ولا يغفلون عن ذكره قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأخذ من هذه الآية بعض أهل العلم أن المريض صلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه يدخل في قوله: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر هو إجالة الفكر والعقل في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، لأن كل مخلوق فلا بد له من خالق. والتفكر في خلق السماوات والأرض يعطي العبد خشية لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله عز وجل. والتفكر من أجل أنواع العبادة، وهو عبادة قلبية. ولهذا قال بعضهم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، يعني قيام النافلة، لأن التفكر يفيد العلم والبصيرة. تفكرون في خلق السماوات والأرض، ولا يمرون عليها مرور البهائم والغافلين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه صفة الغافلين. أما التفكر فهو من صفة العقلاء وأهل الإيمان. تفكرون في خلق السماوات والأرض، السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة، والمخلوق لا بد له من خالق، والخالق هو الذي يستحق العبادة، ما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون إذا تفكروا وتأملوا في عجائب المخلوقات عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا. ربنا، هذا نداء لله عز وجل ودعاء. ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي عبثا،
وإنما خلقته لحكم عظيمة، ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. قنا من الوقاية، وهي أن يجعل الله سبحانه وتعالى بينهم وبين النار ما يقيهم من حرها وعذابها، وذلك بطاعة الله سبحانه وتقواه. فقنا عذاب النار المحرقة المهلكة، لأن من لا ينتفع بهذه الآيات ويستدل بها على عظمة الله ويقوم بعبادة الله فإنه يكون من أهل النار. فهم خافوا على أنفسهم أن تحصل لهم الغفلة عن الله جل وعلا والتفكر في آياته فيكونون من أهل النار. وفي هذا تنزيه الله جل وعلا عن العبث، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للكافرين من النار. قال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذه المخلوقات العظيمة إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة وعبرة وعظة ومنافع لعباده يستعين بها على طاعته وعبادته. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، كرروا نداء الله جل وعلا وصفوه بالربوبية من باب التوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته لهم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، لما سألوا الله أن يقيهم من النار بيّنوا أن من دخل النار فقد أخزاه الله سبحانه وتعالى، فهم يريدون أن يسلموا من هذه العاقبة الوخيمة. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وأي خزي أعظم من دخول النار، نسأل الله العافية. أما من أدخله الله الجنة فقد أكرمه، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قالوا في دعائهم: وما للظالمين من أنصار. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وضعوا العبادة في غير موضعها، والذين فسروا هذه المخلوقات العلوية والسفلية بأنها من أمور الطبيعة وأنه ليس لها خالق، هؤلاء ظلموا أنفسهم وظلموا فيما بينهم وبين ربهم، حيث عبدوا غيره ونسبوا هذه المخلوقات إلى غير الخالق سبحانه وتعالى، أنها خلقت من غير خالق أو من نتاج الطبيعة كما يقوله المعطلة والدهريون. وما للظالمين من أنصار، الذين لم ينتفعوا بهذه الآيات ولم يتفكروا فيها ولم يذكروا الله عز وجل، هؤلاء ظالمون ليس لهم أنصار ينصرونهم يوم القيامة وينقذونهم من عذاب الله، نسأل الله العفو والعافية.
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.